خسر التحالف الذي يقوده الرئيس إيمانويل ماكرو غالبيته في البرلمان الفرنسي بحصوله على 245 مقعدا في المجلس المؤلف من 577 مقعدا في ختام الدورة الثانية للانتخابات التشريعية، وذلك وفقا للنتائج الكاملة التي نشرتها وزارة الداخلية. من جانبها وصفت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن نتائج الانتخابات البرلمانية بأنها تشكل خطرا على البلاد، لكنها تعهدت أن يسعى حزب الرئيس إيمانويل ماكرون لبناء تحالفات على الفور، مضيفة أن الحكومة ستعمل على بناء غالبية قادرة على العمل.